المباني الآيلة للسقوط في وسط العاصمة، تحديداً في الشوارع المحيطة بميدان الشهداء وشوارع بالخير والمسيرة الكبرى وعمر المختار والظهرة، والتي يرجع بناؤها لعشرينيات القرن الماضي، وفي نواحي أخرى كثيرة على طول البلاد وعرضها، تسببت فيما مضى بمآس كبيرة، حيث يذكر سكان العاصمة حادثة سقوط مبان والتي وقعت عام 2013 والتي تعد أكبرها، والتي نتج عنها وقوع أكثر من 5 من الضحايا. هذه الحادثة تكررت، والسكان يعانون إلى هذا اليوم من بيروقراطية الدولة التي نتج عنها إهمال هذا الملف الخطير، والذي يندر في كل يوم بأرقام جديدة وضحايا جدد، كل ذنبهم أنهم مواطنون تمنعهم قلة ذات اليد للحصول على مسكن صحي. وبالرجوع إلى الماضي قليلاً، فقد قامت الحكومة المؤقتة في عام 2013 بحصر المباني الآيلة للسقوط، ومن ثم إخلاء المباني، لتقدم الوعود إلى السكان بأنه سيتم تخصيص مساكن جديدة لهم. وجددت هذه الوعود من قبل حكومة الوحدة الوطنية في إطار مشاريع المسمات بمشاريع عودة الحياة، إلا أن مشهد سيارات الإسعاف وحالات الانهيار هي سيدة الموقف. في هذا التحقيق نطرح الأسئلة التالية: لما لم يحل هذا الملف؟ وأين هي اللجنة المكلفة بحصر وتوثيق المباني الآيلة للسقوط؟ ولما لا تتولى البلديات التي أوكلت لها هذه المهمة حلحلة هذا الملف؟ ولما لا تزال ملفات المتضررين من ضمن المحفوظات بمصرف الادخار؟ ما دفعنا الخوض في هذا التحقيق هو زيارتنا لأحد المنازل التي كادت أن تقع في ميدان السويحلي وسط العاصمة. هذه إحدى البنايات التي يصارع فيها السكان قدرهم كونهم متواجدين في مسكن مهدد بالسقوط في أي لحظة. يظهر في هذا المنزل تهالكه وحجم التشققات والتصدعات التي يعاني منها. التقينا مع مواطنة تدعى عائدة، والتي تروي لنا كيف عايشت انهيارا جزئيا في منزلها. في 2013 احنا راقدين في الليل، سمعنا صوت خبطة قوية نضنا، واحنا في هذيك الفترة كانت عندنا حالة وفاة في الحوش، اخوي متوفي لي 16 يوم. باهي لما سمعنا الهزة هذه طلعنا نجروا اذا بيه وسط الحوش، والمطلع متاع العمارة طايح. استنينا لين جاء الصبح وجانا للمجلس، المجلس دار اللي علينا، دارنا اخلاء فوري وجاب المختصين وشافوا الشقة وقالوا لنا اخلاء فوري لان العمارة قايلة للسقوط حتى مدتها الافتراضية منتهية. قلنا اوكي، اعطونا ايجار، حولونا على البلدية، والبلدية جابوا لنا مختصين كذلك وشافوا الشقة وشافوا العمارة بالكامل، مش الشقة بس، شافوا العمارة بالكامل، فقالوا لنا خلاص اخلاء عاجل يعني، وعندي رسائل بالموضوع هو. ولكن بعد أمر الإخلاء العاجل، كيف عاشت عائلة عائدة؟ وما هي الحلول التي وضعها المسؤولين لحالتها؟ فللعند اليومنا هذا ما دارونا شيء، حولونا مصرف الادخار، والادخار قال حال واقف، ما فيش كيف نساعدكم. 7 سنوات احنا قعدنا، 7 سنوات كل مره من مكان لمكان من مكان لمكان، وكل مره المستاجرين عندهم يقولون لنا يزيدوا يا اطلعوا. هم دفعوا لكم سنه بس وباقي كله مجهود ذاتي. اضطرينا نصينوا الشقه ورجعنا لها، لكن الشتاء اللي فات هو عد علينا ما نحكي لكش. إذن هي حالة بسيطة من عدد كبير من الحالات، والتي لا تزال حتى هذا اليوم وبدون مبالغة تترقب وقوع الكارثة، والتي قد تكون حصيلتها أرواح لا قدر الله. توجهنا إلى أحد المهندسين المختصين في أعمال الترميم والبناء لنسأله عن خطورة الوضع. خلاص عمر الافتراضي انتهى، خلاص يوجد بها تصدعات، يوجد بها تشققات، السقف أي السقوط هناك خلاص، على ناخذ بياخذ المهندس اللي هو قرار اللي هو
إزالة هذه المباني وإعادة وتنفيذها من باقي وجديد، لأن تكلفة اللي هو الترميم أو الصيانة تكون موازية لتكلفة الإزالة والبناء من البداية، يعني من الصفر. يعتبر موضوع مهم جدا، ويجب اللي هو الناس المسؤولة في المجال هذا من الدولة وغيره يهتموا، اللي هو لأن هنا عندنا أرواح بشرية مرات تراها، فلهذا ضروري نشوف حل لهذه المباني حاليا. ومع أعمال الصيانة والتصليحات التي تجري بشارع النصر، تتهدد عدد من البنايات والعمارات التي تتداعى من السقوط، إلا أن ذلك وبحسب الظاهر لا يحرك من سواكن الحكومة تجاه هذا الملف. وفي النهاية، ما مصير هؤلاء المواطنين؟ ولما تشعبت طرق حل مشكلتهم لجهات عديدة كجهاز تطوير مدينة طرابلس وجهاز حصر وتوثيق المتضررين من المباني الآيلة للسقوط ووزارة الإسكان ومصرف الإدخار؟ في بلادنا في هذه الأيام تعد السلطة التنفيذية والمتمثلة في الحكومة بقروض إسكانية للشباب، ولكن تناست بأن ثمة مآس أخرى مسكوت عنها وطي الكتمان. فمتى يكون الحل؟ ومتى تكون الاستجابة؟